فهد ولضيوفك الكرام في الاستوديو. معي احد الجماهير الرياضيه المتابعه والمنتظره الى هذا النهائي الكبير. نستضيف في هذه اللحظات احد الجماهير. مرحبا بك على القناه الرياضيه. بدايه، توقعاتك لمباراه الاهلي والنصر؟ اتوقع ان شاء الله فوز النصر، يعني لا سيما ان النصر يبي يعكس الصوره السيئه اللي هذا الموسم السنه هذه، ولا ننسى انه كان بطل الدوري العام الماضي والعام اللي قبله. طبعا لا شك انه اكبر تشريف السلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين سواء الاهلي او للنصر. النصر المحفزات عنده اكثر من الاهلي، وان شاء الله هو بطل الكاس السنه هذه ان شاء الله. يعطيك العافيه. شكرا طعمرك. وايضا مستمرين معكم في اخذ ضيوف اخرين. بدايه نرحب بك، بتوقعاتك لمباراه الاهلي والنصر؟ والله شوف، انا اتوقع يعني الاقرب للفوز هذه المباراه هو النادي الاهلي، خصوصا انه عنده عناصر يعني تقود الفوز في هذه المباراه، عنده عناصر كبيره في الدفاع، في الوسط، في الهجوم، عنده الاسلحه اللي تقدر تحسم المباراه من كره او كرتين. خصوصا الاهلي قاعد يجهز الفريق هذا من 4 سنوات او 3 سنوات، وصل وحقق الدوري، يبغى يختم موسم بكاس الملك. النصر تقريبا الصوره السيئه هذه اللي زي ما قال الاخ اللي قبل شوي، يحاول يمحيها بالبطوله هذه، انا اتوقع انه شيء صعب جدا قدام الاهلي، يعني نفسيا واداريا وعناصريا متكامل، عكس النصر عندك الاداره فيها مشاكل، عندك فنيه امور فنيه فيها مشاكل، فعشان كذا اتوقع الاهلي يفوز. يعطيك العافيه. حبيبي. ايضا من احد الزملاء في هذا المجمع نستضيفك استاذي، كيف تشوف مباراه الاهلي والنصر للنهائي؟ حبيب قلبي يعطيك الصحة والعافية أولا، وشكرا على الاستضافة الطيبة. بس حبيت أبدي وجهة نظري في المخصوص موضوع المباراة. في وجهة نظري فريق النصر زي ما قالوا الزملاء يبون يعطون يعكسون صورة المواسم اللي طافت، بحكم أنه هو بطل الدوري موسمين متتاليين. بس أنا أعتبر أن بصراحة يعني مباراة الأهلي والنصر، فريق الأهلي فريق متكامل، فريق يلعب الكرة السهلة، عنده عمود فقري جميل، تيسير الجاسم وحسين المقهوي. صراحة إذا كانوا هم في صلب المباراة وكانوا هم في فور، أتوقع بتكون مباراة صعبة على فريق النصر، بحكم أن لعيبة النصر عنده إبراهيم الغالب تو راجع من إصابة، فأتمنى له الشفاء العاجل لأنه لاعب بعد برضو تكتيكي بحت، وراح يفيد النصر كثير اذا كان في يومه. فاعتقد انها بتكون مباراه مره جميله اذا كانت بعيدا على مفتوحه على الطرفين، اذا كان الفريقين فاتحين لعب بتكون مباراه جدا جميله. وتمنيتي ان كنت شخص خفيف على قلوبكم واعطيتكم وجهه نظر جميله، وتحياتي لك ولاستاذك الفاضل حبيبي. توقعك للمباراه والنتيجه نهائيا؟ نهائيا انا بيني وبينك اميل للفريق الاهلي، واتمناها للفريق الاهلاوي الراقي بحكم انه فريق بطل الموسم، وصراحه فريق يمتعني بمعنى الكلمه، فريق يعني غني عن التعريف حبيب قلبي. يعطيك العافيه. شكرا لك.